أستاذ اللغة الإنجليزية أنمار عماد مجيد. درس اليوم Unit 1 Lesson 5. اليونت الأول الدرس الخامس My Favorite Job وظيفة المفضلة. موجودة في صفحة 14 من كتاب الطالب، صفحة 12 من كتاب النشاط. صفحة 14 من كتاب الطالب مكتوب لي فوق Read and match the pictures with the sentences. اقرأ ووصل الصور بالجمل المناسبة. وصل ذن الصور بالجمل الموجودة أسفل الصور. أنا خليتها على يمنى على مود تكون أوضح. بنص الصور موجودة When I grow up I want. عندما أنمو أو عندما أكبر أريد أن. تقول هاي الجملة، يلا تقول ذن الجمل. قبل كل جملة تذكر هذه الفقرة. فش أقول؟ When I grow up I want to use computers and make programs. عندما أكبر أريد أن أستخدم الحاسبات وأصنع البرامج. ما هي الصور المناسبة لهذه الجملة؟ صورة D اللي هي مبرمج المعلومات IT programmer. Number 2 When I grow up I want to help people when they are ill. عندما أكبر أريد أن أساعد الناس عندما يكونون مرضى. ما هي الصورة المناسبة لهذه الجملة؟ F اللي هي صورة النيرس الممرضة. Number 3 When I grow up I want to work outside and grow things. أريد أن أعمل خارجا وأزرع الأشياء. ما هي الصورة المناسبة لهذه الجملة؟ C اللي هو الفارمر المزارع. Number 4 When I grow up, I want to have a job where I meet lots of people. أريد أن أحظى بوظيفة حيث ألتقي بالكثير من الناس. ما هي الصورة المناسبة لهذه الجملة؟ G اللي هي صورة البايلوت. Number 5 البايلوت معناها طيار. Number 5 When I grow up, I want to work with children and help them learn a lot. أريد أن أعمل مع الأطفال وأساعدهم على التعلم كثيرا. ما هي الصورة المناسبة لهذه الجملة؟ A اللي هي المعلم teacher. Number 6 To drive cars, buses and trucks. أنا أقود أو أسوق السيارات الحافلات والشاحنات. ما هي الصورة المناسبة لهذه الجملة؟ E اللي هي bus driver سائق الحافلة. Number 7 When I grow up I want to build things. عندما أكبر أريد أن أبني الأشياء. ما هي الصورة المناسبة لهذه الجملة؟ B اللي هي صورة البيلدر البناء. هذا ما يخص صفحة 14 من كتاب طالب. شلون يجينا بالامتحان هذا؟ من الممكن ان تيجي بصيغتين. الصيغة الاولى يقول لك When I grow up I want to use computers and make programs. عندما اكبر اريد ان استخدم الحاسبات واصنع البرامج. من هو الشخص الذي يستخدم الحاسبات ويصنع البرامج؟ انا لازم اعرفه. دكتور طبيب لور IT programmer مبرمج المعلومات. أكيد الاختيار IT programmer. سؤال مفردات. ثانيا When I grow up I want to help people when they are ill. عندما أكبر أريد أن أساعد الناس عندما يكونون مرضى. ما هي الوظيفة المناسبة؟ farmer مزارع لو دكتور طبيب. أكيد الدكتور. هذا ما يخص الطريقة الأولى. أو تجينا على شكل مزاوجة. شون يعني مزاوجة؟ يعني يجيب لك حق الـ A وحق الـ B. يقول لك وصل بدايات الجمل بنهاياتها. شون يعني؟ When I grow up I want to be a builder. عندما أكبر أريد أن أكون بناء builder. شنو اللي يناسبها؟ Because I like driving cars لأني أنا أحب سياقة السيارات. لو Because I want to build houses لأني أنا أحب أو أريد أبني
بيوت، شنو الوظيفة أو الاختيار المناسب لهذه الجملة؟ أكيد لأن أنا أريد أبني بيوت، لذلك أريد أصير بناء. الثانية: When I grow up I want to be a driver. عندما أكبر أريد أن أصبح سائق. ليش؟ Because I like driving cars. لأن أحب سياقة السيارات. إذن هذا يعتمد على المعاني. قدر المستطاع نحفظ معاني هذا الدرس. Think and discuss. فكر وناقش. هنا أنا نشاط صفي، يقوم طالب ويسأل وطالب يجاوب. I want to be a lawyer. الطالب الأول يقول له أنا أريد أصير شنو؟ دكتور مثلا. اكتب I want to be a doctor. ليش تريد تصير دكتور؟ Because لأنه نانا منطيك الاختيارات، نانا يعتمد على الطالب، يعني أنت شنو تريد تصير بالمستقبل؟ طبيب، مهندس. وكذلك الآخر يجاوب يقول له I want to be، أريد أن أصبح فراغ. شنو تريد تصبح؟ pilot، طيار، فارمر، مزارع. وليش تذكر السبب؟ مجرد نشاط صفي على شكل محادثة. أما ذن الاختيارات، الطالب يختار الوظيفة اللي يريد يكون عليها بالمستقبل، مجرد نشاط صفي. بالاكتيفيتي بوك كتاب النشاط صفحة 12، تمرين A: Look at the job survey. انظر إلى إحصائية الوظائف. Are the sentences true؟ هل الجمل صحيحة؟ خلي T. Or false أو خطأ؟ خلي F. نجي نشوف هنا هاي الإحصائية. كلمة easy، hard، interesting، boring، dangerous، ذني صفات الوظائف. شنو تعتقد ان الوظيفة مسوين احصائية؟ سائلين الطلاب قالوا ايش تعتقد دكتور اللي هي علامتها هاي الخطوط المائلة هذني؟ الدكتور وظيفتهم easy، سهلة، hard، صعبة، interesting، ممتعة، boring، مملة، dangerous، خطيرة. الطلاب جابوا وطلعت هاي الإحصائية. فهنا نشوف الجمل حسب الإحصائية صحيح أو خطأ. Number one: Most people think a doctor's job is hard. معظم الناس يعتقدون أن وظيفة الدكتور hard، صعبة. صح أو خطأ؟ خلينا نشوف. الدكتور قلنا الوظيفة المائلة وظيفته صعبة. شوف هنا معظم الطلاب يشوفون ان وظيفة الدكتور interesting، ممتعة. شوفها 25 طالب يعتقد انه وظيفة الدكتور interesting، ممتعة، مو hard. اذا الجواب شنو؟ خطأ. Number two: Only 5 people think that waiter's job is boring. فقط خمس طلاب او خمس اشخاص يعتقدون ان وظيفة النادل بورينج، مملة. وين البورينج؟ هاي البورينج. وظيفة النادل شنو شكلها؟ هذا المنقط بنقاط، فش نقول نشوفها؟ بورينج. خمسة اشخاص، نعم خمسة اشخاص. اذا الجواب صحيح. People think that housewife's job is easiest or is the easiest. الناس يعتقدون ان وظيفة ربة المنزل هي الأسهل أو هي سهلة. وين الهاوس وايف اللي هي المربع الفارغ؟ هنشوف إيزي، نعم إيزي. 15 من الأشخاص يعتقدون أن وظيفة الهاوس وايف إيزي، سهلة. إذن الجواب صح. Doctors have the most interesting job. الأطباء يحظون بأكثر الوظائف امتاعا، اكثر الوظائف ممتعة. صح لو خطأ؟ هنا ذكرناها قبل شوية، هاي interesting، وظيفة الدكتور هي الخطوط المائلة. اذا هو اكثر الخطوط، اكثر الوظائف امتاعا. الجواب صح. Number 5: People think that farmer's job is not dangerous. الناس يعتقدون ان وظيفة الفارمر الفلاح is not dangerous، غير خطيرة، ليست خطيرة. هنشوف فارمر شنو؟ النقاط الخفيفة، هذا النقاط الخفيفة. وظيفته dangerous، خطيرة، نعم يعتقدون انه خطيرة. هنا يقول لك انه غير خطيرة، اذا جواب خطأ لو صح؟ خطأ. هذا مجرد نشاط صفي، غير مهم بالامتحان الوزاري او الامتحان الشهري، مجرد نشاط صفي.
شنو اللي ناخذه من هذا النشاط؟ اكو كلمات مهمة جدا بهذا النشاط اللي هن معاكسات. easy سهل عكسها hard صعب، و interesting ممتع عكسها boring ممل، لان معاكسات جدا مهمة اذا تقدرون تكتبوها بالدفتر. تمرين B صفحة 12 و 13 B و C، ماذا يسأل عن رأي الطالب عن الوظائف اللي موجودة؟ مثلا write the job do you think is، اكتب الوظيفة التي تعتقد انها easy سهلة. شنو هي الوظيفة اللي يعتقد ان الطالب انها سهلة؟ مثلا doctor، farmer، الى اخره. hard صعبة، interesting، boring، dangerous، الى اخره، مثل ما اخذناها. هاي تعتمد على رأي الطالب. وتمرين C complete the conversation، اكمل المحادثة. هنا طالب يسأل وطالب يجاوب، ما هي الوظيفة التي تعتقد انها interesting ممتعة؟ الطالب يجاوب. ما هي الوظيفة التي تعتقد انها dangerous؟ كذلك الطالب يجاوب. لان كل النشاطات الصفية تعتمد على رأي الطالب. صفحة 13 من كتاب النشاط، تمرين E find the spelling mistake، tick or write the words correctly. جد الأخطاء الإملائية، ضع علامة صح إذا كانت مكتوبة بشكل صحيح، or write the words correctly أو اكتب الكلمات بشكل صحيح إذا كانت خاطئة. فمثلا number one doctor اللي هي الطبيب مكتوبة بشكل صحيح؟ لا، اللي تنتهي OR اللي هي doctor. number two housewife مكتوبة بشكل صحيح؟ لا، بها نقص حرف E هنا بعد الS housewife، تكتب بهذا الشكل. number three engineer مكتوبة بشكل صحيح، إذا نخلي قدامها علامة صح. teacher معلم أو مدرس مكتوب بشكل صحيح؟ نعم، إذا نخلي قدامها علامة صح. number five nurse ممرضة مكتوب بشكل صحيح؟ لا، إذا شلون تكتب بشكل صحيح؟ أكو E بعد الS nurse، تكتب بهذا الشكل. number six bus driver مكتوب بشكل صحيح؟ لا، موجود أكو حرف R نقص، لذلك تكتب بهذا الشكل bus driver. هذا التمرين جدا مهم بالامتحان الوزاري، تمرين يعتبر من